اكونت التيك توك بتاعتي. السلام عليكم، اتمنى الفيديو ده يوصل للناس اللي عارفاني او الناس اللي كانت عندي على الاكونت القديم على الاقل يعني، او حتى لو هيشبه على اليوزر بتاع الاكونت ويقول اه ده احمد اللي كان بيعمل كذا كذا كذا. هو انا عامل الاكونت القديم ما كنتش بظهر فيه بوشي قد كده وما كنتش بطلع اتكلم في حاجه، بس بقدر الامكان الفتره اللي جايه او على الاكونت الجديد هطلع اتكلم في كذا نقطه برضو ليها علاقه بالمحتوى اللي انا بقدمه. فاللي ما يعرفنيش، انا اسمي محمد احمدي، كان عندي اكونت تيك توك للاسف اتقفل الفتره اللي فاتت بعد تعب كتير، والمحتوى اللي كنت بقدمه على الاكونت ده هو انقاذ ومساعده حيوانات الشارع. طبعا المحتوى ده صعب ان انت تلاقي فيه ناس تدعمك فيه او ناس تعمل لك فولو بسهوله، يعني مش هتلاقي الفولورز بسهوله زي الاكونتات التانية او المحتويات التانية الترفيهي، الناس اللي بتطلع لايفات وكبسوا كبسوا المواضيع اللي انتوا فاهمينها دي. مش بقلل من المحتويات دي، بس الفكره ان الناس اللي بتحب الترفيه اكتر من الناس اللي بتحب انها تنزل وتتعامل في اكل القطط والكلاب والحيوانات والامراض بتاعتهم والمواضيع دي. ففكره ان انا الاقي واحد بس يعمل فولو في الاكونت ده كان بالنسبه لي بقيمه 10000 فولو من الاكونتات التانية. ففكره ان انا الاقي حد يدعمني دي فكره صعبه. انا قعدت حوالي سنتين ونص او ثلاثه على ما جمعت ال 5000 فولورز اللي عندي، هم حتى ما كانوش مقفلين 5000، كانوا 4600 حاجه و40. فالفكره ان انا العدد ده بالنسبه لي كان عدد كويس جدا، وان انا اوصل للعدد ده من الناس ويشوفوا الرساله اللي انا بقدمها، يعني ان احنا عايزين نساعد الحيوانات دي او ان احنا نطلب اكل او ميه او اي حاجه من الكلام ده، ده بالنسبه لي رقم كويس. في 4000 وشويه واحد بيشوفوا الرساله اللي انا بقدمها، فده بالنسبه لي رقم كويس. بيزعل في الموضوع ان الاكونت بعد ما بدا يفايرال وفيديوهات تجيب فيوز، الاكونت بدا ينتشر والرساله بدات توصل لناس كتير. فللاسف بعد ما الاكونت بدا يكبر وبدات الفيديوهات بتاعته تنتشر، الاكونت اتقفل. الرساله بتاعه القفل قدامك دلوقتي على الشاشه، تم حظر حسابك نهائيا، والفيديو بتاع الفيديوهات بتاع الفيديوهات اللي جه على انتهاكات برده قدامك على الشاشه. عدد كبير من الفيديوهات، انا مش فاهم حتى الانتهاكات دي كلها جت امتى، مره واحده كده جم ورا بعض والاكونت طار بسبب حاجات اصلا مش مصنفه انها انتهاك. فيديو مثلا كان فيه خربوش فتصنف ان هو، مش عايز اذكر الجمله بتاعه الكلمه بتاعه الخربوش ده بيصنفوه ايه عشان الفيديو ده ما ياخدش انتهاك هو كمان. الفكره ان الاكونت بتاعي اتقفل بعد تعب سنتين، والداتا الحمد لله اغلب الداتا بتاعه الاكونت ده معايا على الكمبيوتر، حوالي 200 فيديو تقريبا او 250 فيديو غير اللي كان على الجهاز القديم اللي راحوا واللي الاكونت راح بيهم، دول كده كده ما فيش قدره ليا ان انا ارجعهم تاني او ابدا انزلهم تاني. فالداتا اللي معايا هنزلها وزي ما يكون، والجديد كله هنزله. انا عايز اقول لك ان الاكونت بقاله شهرين او ثلاثه مقفول، من يوم ما اتقفل انا عمال بصور في الحاجات اللي انا بعملها وبخزنها، ما رفعتش حاجه عشان ما فيش طاقه ان انا ارفع. النقطه بتاعت قفل الاكونت وتعبك راح، دي مؤذيه نفسيا شويه يعني. انا اتاثرت بالموضوع ده واتصدمت. انا عايز اقول لك ان الرساله بتاعت تم حظر حسابك نهائيا دي اول ما جات لي انا روحي اتقبضت فيها. تعبك كله اللي انت عمال كل يوم بتتبسط بالفيو زياده والفولور زياده والكلام ده، في ثانيه كده تعب السنتين ونص او ثلاث سنين طار. فدي نقطه ربنا ما يكتبها على حد، مش حد يحسها، لان الموضوع مؤذي جدا. في اكونتات كتير ناس بتقدم محتويات زي المحتوى التقني، اكونتات اتقفلت برضو، ما فيش انتهاك في الموضوع انك تعمل ريفيو عن ماوس او كيبورد او الكلام ده. فانا مش فاهم بصراحه ايه الموضوع اللي بيخلي الاكونتات تطير او الفيديوهات تيجي على انتهاك بطريقه عشوائيه زي كده. اللي زعلني اكتر في الموضوع ده ان الاكونت انا كنت ركزت عليه، يعني انا كان عندي بيج فيسبوك، كان عندي اكونت يوتيوب، قناه يوتيوب، لما ركزت على تيك توك ركنت دي وركنت ده، فركزت على تيك توك بقى. فبالتالي تعب السنتين ونص انا لو كنت بحطه هنا وبحطه هنا كنت زماني قومت الاكونت تيك توك جديد بالقناه وبالبيج، لكن انا كده هضطر ابدا من الصفر تاني في اكونت تيك توك جديد وقناه اليوتيوب هبدا ارجع انزل عليها من تاني، وبيج الفيسبوك طبعا رتشامات هكريت واحده جديده وارفع عليها فيديوهات من جديد. فللاسف انا هبدا من الصفر تاني على كل المنصات دي، تيك توك ويوتيوب وفيسبوك، وهبدا ادعم نفسي من البيج للقناه ومن القناه للبيج ومن الاثنين لاكونت تيك توك. محتاج دعمكم الفتره اللي جايه، الناس اللي بتحب الحيوانات والناس اللي بتنزل تاكل حيوانات الشارع والناس اللي بتساعد وتنقذ حيوانات الشارع. انا عايز اقول لك ان النقطه اللي خلتني ارجع اصلا، انا كنت رايح بالكلاب اجيب اكل للقطط، كلبه واحده اللي كانت جايه معايا وفي كلبين جم وراها. الكلبه دي ريتا، ما اعرفش الناس اللي عارفاني او الناس اللي كانت عندي على الاكونت القديم تفتكر ريتا ولا لا. لقيت طفل صغير كان جاي يربطها اصلا، يعني هو كان جاي يربطها عشان ياخدها يلعب بيها. بعدين لقيته بينده لصاحبه بيقول له ولا دي ريتا اللي كانت على التيك توك واللي احنا شفناها امبارح على التيك توك. فانا صدمت ان ريتا ليها فان، فاهم يعني؟ دي نقطه خلتني انشكحت وفرحت بطريقه يعني لا توصف، وخلتني خلاص اللي هو يعني لازم ارجع من بكره انزل فيديوهات تاني. فانا دلوقتي بصور فيديو راجع وبصور الفيديو اللي هيبقى مثبت عندي في القناه فوق. فاللي ما يعرفنيش، انا اسمي محمد احمدي وبشارك الرساله دي بهدف توعيه الناس ان دول لا مصورين ولا بيؤذوا حد، وانهم طيبين وقلفة، ومجرد ما هتطبطب على كلبي فيهم طبطب عليه بس، مش هتحط له اكل وميه، هيصاحبك، فاهم؟ ففكره ان الناس اللي بتخاف من الكلاب بتجري قدام الكلب والكلب يجري وراهم بهدف لعب. الاكونت القديم كنت رافع عليه فيديوهات كتير لكلاب بتجري ورا ناس بتجري بهدف ان هم بيلعبوا معاها، اما خليتهم يقفوا للكلاب لقينا الكلاب بتهز ديلها وبتلعب، والموضوع ما فيهوش اي شراسه وما فيهوش اي عنف من ناحيه الكلاب. الهدف من الرساله دي ان احنا بنوعي الناس وبنخلي عددنا يكتر اكتر. انت ممكن معلقه رز باقيه منك ممكن تكون بترميها في الزباله بترميها، بس معلقه الرز دي لو انت حطيت عليها لقمه عيش حته رجل بتاعت فرخه ممكن تبقى وجبه
اول مره تنزل في معده كلب او قطه من 10 ايام مثلا، فاهم؟ احنا بقينا في زمن دلوقتي الكلب والقطه تشوفه تلاقيه سلسله عظم، بقاله كتير قوي ما اكلش بسبب ان الناس بتحط الكيس جوه كيس وبتبعده في اخر بلاد المسلمين عشان القطه ما تهبش الكيس، تقعد قدام الباب وتوسخ المنظر، في حين ان انت لو حطيت في طبق كل وشلته بعد ما يفضى هيبقى الشكل انضف وهيبقى فت القطه وهيبقى ما خليتهاش انها تهبش الكيس بتاعك اللي انت بتبعده في اخر الدنيا عشان هي ما تقطعوش. فرسالتنا ان احنا نخلي الناس تركز عليهم اكتر، مش بقول ان احنا نسيب البني ادمين ونركز على الكلاب عشان الناس ما اللي بتطلع تقول البني ادم اولى ما تطلعش تهاجمني دلوقتي. احنا الحمد لله زي ما بناكل الكلاب والقطط بناكل البني ادمين، بس اكيد مش هصور نفسي لحضرتك وانا بدي الفلان مبلغ يساعده او انا بدي له وجبه. انا الحمد لله والله كده كده مصور عدد الوجبات اللي احنا كنا عاملينها، لكن مش هطلع اقول يا جماعه انا عملت كذا وجبه ووزعتها على الناس. انا مش عايز ده، انا بعمل ده لله مش عشان اثبت لحد ان انا بعمله، لكن محتوى الحيوانات انا بحاول ان انا اوعي الناس تساعدهم معانا، لان احنا فئه صغيره جدا اللي بنعمل الموضوع ده، فعايزين عددنا يبقى اكتر لان المسؤوليه علينا كبيره والعدد العدد علينا كبير. فالفكره دلوقتي ان احنا زي ما بنعمل ده الرحمه مش بتتجزا، اللي في قلبه رحمه على حيوان في قلبه رحمه على طير، طالما في قلبك رحمه عليه هيبقى في قلبك رحمه على البني ادمين، هيبقى في قلبك رحمه على الطيور، هيبقى في قلبك رحمه على اي مخلوق خلقه ربنا. فمش مستني حضرتك تقول لي البني ادم اولى او روح اكل البني ادمين. بص في نقطه ثانيه ممكن اتكلم فيها، لان اللي بيعمل الكومنت ده بيبقى اصلا ولا بيساعد بني ادمين ولا بيساعد حيوانات. انت ممكن توفر علبه سجاير اللي بتشربها في اليوم، علبه سجاير دلوقتي بقى ب 60 جنيه ولا 70 جنيه، انا ما اعرفش العلبه السجاير سعرها وصل كام، بس اللي اعرفه ان هي رفعت جامد. ممكن توفر علبه سجاير وتروح تديها كل يوم، تدي ثمنها لواحد محتاج. ممكن توفر ثمن القعده على القهوه اللي بتدفع فيها 40 جنيه ولا 30 جنيه بالميت لو نزلت حجر معسل مع كوبايه شاي او كوبايه قهوه مع الكارت النت اللي بتشحنه وانت قاعد، 30 جنيه ممكن توفرهم برده وتروح لفلان تدي له 30 جنيه، فاهم؟ الكلام ده كله بني ادم اللي انت بتتكلم فيه ان هو اولى. انا دلوقتي ولا بقعد على قهوه ولا بشرب سجاير، بصرف في اي حاجه ترفيهي زي الشباب اللي من سني، وبعمل ده من جيبي الشخصي ومن مصروفي الشخصي، فمش من حقك انك تقول لي احطه فين واحطه لمين، فاهم؟ انا اصرف في الحته اللي انا عايزها، وانت رايك خليه نفسك. انا هدفي ان انا بنشر رساله، اللي حابب ان هو يعمل زيها يعمل زيها، اللي مش حابب يسكيب الفيديو ويكمل في اللي هو بيعمله. محتوى انت مش حابه سيبنا احنا نكمل فيه وشوف انت حابب ايه واعمله، فاهم؟ فبس انا مش عايز اطول في الفيديو عن كده، كان نفسي اغير المكان اللي انا قاعد بصور فيه، بس مفيش فرصه، الاماكن التانيه فيها شمس وبقى في تضارب في الالوان. ما اظنش ان دي تفاصيل الناس مهم انها تسمعها يعني، بس الفيديو كده كده انا مش مستني منه حاجه، هو هيبقى فيديو مثبت عندي في البروفايل فوق، بحيث ان هو يبقى فيديو تعريفي لاي حد داخل الاكونت جديد يعرف القصه بتاعتي ايه وانا كنت مين وبعمل ايه والاكونت اللي اتقفل والقصه اللي انا حكيتها دي. فباذن الله دي رجعه تانية، وهبدا اهتم بالاكونت من تاني وههتم بيه اكتر من الاكونت التاني اللي اتقفل، وهطلع فيه بوشي اتكلم على كذا نقطه مضايقاني في نفس المحتوى اللي احنا بنتكلم فيه. استنوني في الحاجات اللي هرفعها سواء كانت قديمه او جديده، معايا داتا كتير قديمه ومعايا داتا برضو قديمه كانت متصوره ما اتمنتجت، كل ده هيترفع الفتره اللي جايه. فبس انا كده طلعت كل اللي جوايا وارتحت نفسيا، وشكرا لكم ان انتوا وصلتوا للحظه دي، لو في حد قاعد في الفيديو لحد اللحظه دي يعني شكرا لكم. السلام عليكم.